هشوفكم انا شغل الفيديو، كاميرات الفيديو، وانا بسجلكم. طيب انا اشغلها الان، انتوا شايفين. انا عايز كل واحد منكم يطلع فيه، لان انا بسجل، انا يعني بسجل الوركشوب، كل واحد يطلع في الفيديو. بسرعة لأنه ما نبغى التسجيل يطول، يعني بعد ما تدخلوا في الفيديو حبدأ أنا أتكلم كوركشوب مثلا مدة 10 دقائق و5 دقائق. في نفس الوقت بعد ما انتهى ال5 دقائق ممكن انت تعلق، الاثنين اللي انتوا تعلقوا بدون ما ينقطع. ما في صلاحية للفيديو. ما عندك صلاحية للفيديو؟ ما في امكانية. من الصوت مقطوع. Allow to speak, thanks. Allow to speak. طيب خلاص. عدلنا المشكلة. أنت تقدر تظهر فيه. ظهر المهندس الشريف. وظهر أحمد سراج. أفرض إنه في 20 يظهر كل. فالآن نبدأ. طبعا انا اتشرف، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي فكره عن الورك شوب اللي هو موجود على قناه عامه توافي، وممكن هذا التسجيل يكون على القناه، وهذا تسجيل تجريبي يوم السبت. كل سبت كل اسبوع حيكون تسجيل ابتداء من هذا السبت القادم. حيكون تسجيل رسمي، يعني الكلام او انا ادير الوركشوب حسب موضوع الوركشوب اللي هو موجود بيننا قبل كده في الواتساب جروب. فطريقة البرنامج طبعا هذا الأول مرة اللي ما فيش ورشوب موجود، يعني لو عملته عن طريق زوم، عملته على أي برنامج ما هو موجود بالطريقة اللي نحن موجود عنده. دائما الورشوب المانجر يتكلم بعدين يسكت، هذول كل واحد يتكلم، نحن ما حنعمل. فخلينا نسوي تجربة. ووركشوب توازن هو عبارة عن قناة موجودة على التليجرام، وتوازن أول حرف التي، أنتم معانا في مجموعة الواتساب، حرف التي من يعرف يقول لنا حرف التي بالإنجليزي. انت اصلا في الحقيقه ما حتتكلم كذا، ما حاسمح لك تتكلم. قصدي انا تقول ابغى اتكلم، ترفع يدك تكون الفيديو شغال، تكتم الصوت. انت الان المفروض تكتم الصوت، ترفع يدك انا اسمح لك. انا مالي شايف، انا مالي شايف عندي ازرار يعني عشان اكتم ما اكتم، لا بس ظاهر. انا انت شايفني ولا لا؟ شايف. لو قلت لك اتفضل تفتح الصوت. الصوت خلينا نشوف دحين زميلك اللي معانا المهندس شريف، تقدر تفتح الصوت انت؟ خلي بس فيديو. اسمع لما انا اقول لك اكتب لي ايش يعني؟ ها؟ كتم الصوت. المفروض الصوت عندك مكتوم ولا انا بعد مكتوم؟ الحين انا اقدر اخليه يكتب ويصير حتى صوره تكتبه. شفت كيف؟
خرج كده. لا لا ما خرج. لا هو. بسم. يخرج كم؟ خرج هو. خرج بيدي. ها. خرج كبيدي وكسر. يعني أنت بس ليسنر لكن ما تقدر تتكلم ولا صورتك تطلع. هذا بالنسبة في التليجرام. الآن سمحت لك. في البرنامج شغلوا الراجل مدري ايه الوركشوب بتمتحنوني بعمركم كنت في خصام انت والاهل ممكن تبي الطنجرة جاتك على راسك خلاص من يوم اشوف اسوي لك ميو عشان لا يتثبت على اي حاجة اللي مش انت يعني ما في منك الاثنين شريف ما عنده المسؤول هيك ايه هذه وش بما انه شريف ما عنده ايه ما عنده مو متزوج طيب يشتري بس ممكن جارته تديله بالطنجه على السلم زعلانه منه اي حاجه انا مالي اذا ما كان مستقر في بيته ما جنبه اصوات ما جنبه هذا يعني انت احيانا عندك اصوات تلفون مدري ايه تلفون يا حد كمان ما عندي اصوات ناس ما عندي انا حابسهم بقسم الثاني بس تليفون كمان تشيل التليفونات افرض كسروا الباب وخرجوا عليك لا لا عندي ما هدوء تام سيطرة فل تام انا عندي مسؤولية كيف يعني اقول ما هدوء؟ اقول لك المهم انا حاسوي اقفل البث التجريبي لا بس مشان الناس اللي بدهم يجوا كمان صوتي عم بيصل لعندكم متأخر كثير ما ادري السبب خلاص مسجل يا باشا سجل ايش؟ بعدين هذا بس التجريبي ما حنحطه في اليوتيوب قصدي لما يجي ناس للقناة من مختلف الأماكن فأنا أنا ما شرحت لك مزبوط ما شرحت لك بس ما حد حيقدر يتكلم يعني أنا أسيبك بس ما تقدر تتكلم لما تيجي تتكلم وقلت لك أتكلم يا أحمد أسوي لك ميوت تخرج هتتكلم فين في الواتساب خلينا نجربها دحين لا المشتركين رح يتكلموا بالواتساب كمان اه اللي دفع فلوس اللي دفع فلوس حندخله في الجروب حقة الواتساب بس اللي دفع اوكي اللي دفع اشتراك مثلا 40 دولار يعني صوته حيجي من الواتساب اقول لك هذه القضيه بسيطه بعدين نتكلم ملاحظة انه هلأ على القناة لما انا هادي عم بتكلم الصوت عم بيجي متأخر كان بس هاي ملاحظة بس ما حنسمح اوكي ما قلت لك انت ليش تسوي الملاحظة دي هذا عشان بس تجريبي انا قاعد اسمح لك تتكلم لكن لو بس مو تجريبي انت تقول انا مثلا تقول عندي ملاحظة وقام تقول عندي ملاحظة حامل لك ميوت الان قول عندي ملاحظة حامل لك ميوت تروح على الواتساب هيقول عندي ملاحظ عندي ملاحظتين قولها انا انت خرجت عشان عندك ملاحظ قولها في الجروب في الواتساب صرت مستمع انت سامع هيا قولها في الواتساب ومسجله وكل شيء في الواتساب يعني تعرف لما تسوي بصبعك كده وتتكلم ان شاء الله 20 دقيقه طيب بعدين يعني انا كده بعد فتره اشوفك ارجعك اشوفك اقول خلصت قول لي اياه يعني اكشف عليك طيب الان انت يا استاذ اللي قاعد تضحك قول عندي ملاحظه عندي ملاحظه يا جبان عندي ملاحظه خلاص خرجنا بقيت انا انتوا الاثنين عندكم ملاحظات سووا ملاحظاتكم على الواتساب يلا بسرعة اشتغل على الواتساب انت برا التليجرام انا وكده ننهي البث لما الاثنين خرجناهم لما تيجي ملاحظاتهم حنعمل نضيفها في التسجيل وشكرا